يعطيك العافية. today's lecture إن شاء الله راح نشرح آخر جزء من الـ large molecules، وهو يعتبر أيضا polymer. إحنا خلصنا الكربوهيدرات وحكينا عن الدهون الآن والبروتينات، الآن راح نحكي عن concept 5.5 اللي هو slide 105 اللي هو nucleic acids، الأحماض النووية. Nucleic acids store, transmit and help express hereditary information. فهي تخزن وتنقل المعلومات الوراثية. The amino acid sequence of a polypeptide is programmed by a unit of inheritance called gene. تذكر لما حكينا عن البروتين كان عندي DNA, mRNA, protein. Genes consist of DNA. شو هو DNA؟ A nucleic acid, حمض نووي, made of monomers called nucleotides. فالنيوكليوتايدز هم عبارة عن المونيمرز تبعون nucleic acid. Slide 106. The roles of nucleic acid. شو هي أدوار الأحماض النووية؟ There are two types of nucleic acids. بناء على the presence or absence of oxygen، سواء موجود الأكسجين أو مش موجود. في عندي هون زي ما بنلاحظ النوع الأول deoxy ribonucleic acid. فلاحظ من المرة اللي فاتت لما كنا نحكي عن dehydration reaction، دي دائما معناها نزع، oxy اللي هي كلمة oxygen، ribonucleic سكر خماسي، فهو بكون سكر خماسي منزوع الأكسجين، فبيختصروا بالاختصار DNA. على النقيض الرايبونيوكليك أسيد الأكسجين بكون موجود فيه وبيختصروا RNA. DNA provides direction for its own replication، وهي إن شاء الله راح نحكي عنها اللي هي كيف تتم عملية تضاعف الـ DNA، وراح يكون لها chapter 16 إن شاء الله مخصص لشرح آلية تضاعف الـ DNA بالتفصيل. Also DNA directs synthesis of messenger RNA اللي هو الرسول، and through mRNA controls protein synthesis، وهو المسؤول عن صناعة البروتين. This process is called gene expression، التعبير الجيني. يعني أنا بكون مدي شفرة وراثية، هاي الشفرة الوراثية تترجم إلى بروتينات later on. Slide 107 بوضح لي بشكل رسم توضيحي. فلاحظ الآن أنا عندي جزء من الخلية، the one in purple اللي هو بكون النيوكليوس النواة جواتها الدي ان اي، وزي ما بتعرفوا من ايام المدرسة دي ان اي is a double helix. بتصير اول عملية عندي اللي اخذتوها بالمدرسة، بتصير عملية النسخ او اللي هي transcription، فالدي ان اي بنقل الشفرة الوراثية الى جزيء الام ار ان اي، messenger ار ان اي، ار ان اي الناقل او الرسول. الان سلايد 108 بيطلع الام ار ان اي عبر الثقوب النوويه نيوكليير بورز، بروح على السيتوبلازم محمل بالشفره الوراثيه. اند سلايد نمبر 09 بتصير عمليه صناعه البولي بيبتايدز عن طريق الرايبوسومز، ان شاء الله راح نحكي عنهم بالتفصيل بشابتر 7، وبتصير عندي سينثيسيس اوف بروتينز. سلايد 1010. Each gene along a DNA molecule directs synthesis of a messenger RNA. قاعد بشرح لي الآن بالرسمة، فبصير عملية هاي بسموها العملية transcription، عملية النسخ. The mRNA molecule interacts with the cell protein synthesizing machinery to direct production of polypeptide اللي بسموها translation، عملية الترجمة. The flow of generic information can be summarized as دائما هذا الترتيب DNA, RNA, mRNA أو RNA بعطيني بروتين. لذلك if you see a question in the exam about one of the following statements is a match. A match يعني إنها صح. مرات بيجي يجيب لك سؤال mismatch. Mismatch بتكون يعني الجملة مش راكبة، غلط. فإذا جاب لي مثلا على سبيل المثال the flow of genetic information can be A, protein, DNA, RNA. This is mismatch. غلط. أو
RNA DNA protein wrong. لازم تكون دائما DNA RNA protein. نيجي على سلايد 111 بشرح لي الآن عن الـ components of nucleic acid. شو مكونات الحمض النووي؟ Nucleic acids are polymer called polynucleotides. تتذكروا لما حكينا عن الكربوهيدرات سميناها polysaccharides. البروتين سميناه polypeptide. الدهون الجواب ما في it's not a polymer. فما بحكي عن polylipids. الدهون are not polymers. Each polynucleotide is made of monomers called nucleotides. فالمونيمر تبعون البولينيوكليتايدز اسمهم نيوكليتايدز. Each nucleotide consists of nitrogenous base, a pentose sugar, and one of more phosphate groups. فالبداج بتعملهم بطريقة يعني رياضيات. بكتب nucleotide يساوي nitrogenous base قاعدة نيتروجينية. وهلا راح نتعرف على القواعد النيتروجينية. أدينين وثايمين وجوانين وسيتوسين ويوراسيل زائد بنتوز شوجر. بنتوز سكر خماسي بكون منقوص الأكسجين إذا بحكي عن الدي إن إيه أو مش منقوص الأكسجين إذا بحكي عن الآر إن إيه and one or more phosphate groups بتكون مجموعة أو مجموعات الفوسفات. فهذول إذا انوجدوا بسميه نيوكليتايد. الآن إذا شلت الفوسفات من النيوكليتايد بصير اسمه نيوكليوسايد. ودير بالك هذول يعني بيجوا عليهم بالامتحان. فلو بدي أجي أعرف النيوكليوسايد بطريقة رياضية بصير نيوكليوسايد يساوي نيوكليتايدز ناقص فوسفيت. ننتقل لسلايد 112 اللي حكيته اللي هو نيوكليوسايد نيتروجينس بيز زائد شوجر أو زي ما حكيت بتصير يساوي نيوكليتايد ناقص فوسفيت جروب. الآن لما حكوا عن النيتروجينس بيس يقسموا الى تو فاميليز. الاولى بسموها بيرميدينز بالعربي البيرميدينات وتكون من سيتوسين ثايمين اند يوراسيل هاف ا سنجل 6 ممبرد رينج. ا سنجل 6 ممبرد رينج فيها فقط حلقه واحده سداسيه. بيورينز البيورينات فيها الادينين والجوانين هاف 6-membered ring fused to a 5-membered ring. وهاي لما يجيني سؤال بالامتحان بقدر أميز مين البيرميدين مين البيورينز. إذا كانوا حلقة واحدة معناته بيرميدين، إذا كانوا حلقتين خماسية وسداسية بكونوا بيورينز. In DNA the sugar is deoxyribose. In RNA the sugar is ribose. زي ما حكينا بالـ DNA منقوص الأكسجين وبالـ RNA غير منقوص الأكسجين. وزي ما حكينا هلا قبل شوي النيوكليتايد يساوي نيوكليسايد زائد فوسفات جروب. نيجي على سلايد 113 بورجيني اياهم بالرسمات. الان اذا بتطلع على A بالسلايد هذا السلايد 113 على الجزء الشمال بورجيني احد الهيليكس الموجوده في الدي ان اي. زي ما حكينا هو دبل هيليكس. فلاحظ في عندي بيبدا الدي ان اي 5 برايم وبنتهي ب 3 برايم اند. ليش سبب هاي اختيار الارقام؟ اذا بتلاحظ الان الفوسفات جروب اللي هي باللون الاصفر شابكه على مين؟ على كربون رقم 5. بينما 3 برايم عندي الهيدروكسيل جروب شابكه على كربون رقم 3. واضح؟ ف 5 برايم شوجر فوسفات باك بون موجود هذا شابكه عليه الفوسفات. الـ 3 برايم الهيدروكسيل جروب بتكون شابكة عليه. الرسمة بي اللي بالنص بتورجيني شو المقصود بالنيوكليتايد ونيوكليوسايد. لاحظ إذا كان عندي نيتروجينس بيس اللي هي أورنج مع البنتوز شوجر اللي هو الجرين مع اليلو اللي هو الفوسفيت جروب هذا بصير كله اسمه نيوكليتايد. إذا بغطي على الفوسفيت لحالها يعني بضل عندي الشوجر مع النيتروجينس بيس هذا بصير اسمه نيوكليوسايد. ولاحظ الآن على أقصى اليمين عندي النيوكليوسايد كومبوننتس اللي هي النيتروجينس بيسز. في عندي البيرميدينز عبارة عن حلقات سنجل 6 رينجز اللي هم السيتوسين الثايمين بالدي ان اي واليوراسيل بالار ان اي. الدي ان اي ما في يوراسيل دير بالكو والار ان اي ما في ثايمين.
الآن البيرميدينز في عندي اللي هم الأدينين والإجوانين، فلاحظ في عندي أنا حلقة خماسية متحدة مع حلقة ثلاثية، ونفس الشيء بالنسبة للأدينين. فاحتمال أجيب لك سؤال بالامتحان: One of the followings is a purine. أجيب لك أول ثلاث رسمات فوق وأجيب لك رسمة تحت بدون ذكر الأسماء، ما راح أقول لك مين الأدينين ومين الإجوانين. فأنت شو بتساوي؟ بتطلع كوني سألت عن بيورين وعندي الثلاث خيارات الأولى عبارة عن سينجل سكس رينج، معناته هذول بيرميدينز، معناته الخيار راح يكون اللي بيكون في حلقة ثلاثية مع الحلقة الخماسية. بالنسبة للشوجر زي ما حكينا، الأكسجين لاحظ على كربون رقم 2 ما في عندي أكسجين، دي أوكسي رايبوز، لذلك هو بسموه سكر منقوص الأكسجين، بينما بالآر أنا لاحظ في عندي H O H، فالO موجودة. سلايد 114 هو عبارة عن تكبير لنفس سلايد 113، the same for 1015 and the same for 116. فنيجي الآن على سلايد 117 nucleotide polymers. اتفقنا أنهم الآن polymers. Nucleotides are linked together by a phosphodiester linkage. معناته لو اجاني سؤال بالامتحان the linkage in DNA is called phosphodiester linkage، تذكروا اللينكج اللي اخذناهم؟ كربوهيدرات glycosidic linkage، lipids ester linkage، protein peptide linkage، واخيرا اللي هو النيوكليك اسيدز phosphodiester linkage. A phosphodiester linkage consists of a phosphate group that links the sugar of the two nucleotides. These links create a backbone of sugar phosphate. فده لاحظ دائما الباكبون تبع الدي ان اي بكون هو عبارة عن البنتوز شوجر مع الفوسفات، units with nitrogenous bases as appendages، زي الزوائد. لذلك اذا بترجع على سلايد 114 بتشوف النيتروجينس بيسز وكانهم اشي طالع من الباكبون تبع الدي ان اي. The sequence of bases along DNA or mRNA polymer is unique for each gene. وهذا اللي برضو كمان إذا بتتذكروا حكينا بعطيني سبب تنوع البروتينات، لأنه كل شفرة وراثية تعطيني بروتين معين. نيجي على سلايد 118. The structure of DNA and RNA molecule. DNA molecules have two polynucleotides. لاحظ two spiraling around an imaginary axis. بلفوا حول محور وهمي. ودائما أنا كنت أعطيها للطلاب اللي هو زي شعار الصيادلة، بتشوف هيك في ستيك زي عصاية وفي two snakes spiraling around an axis، فهو عبارة عن double helix. The backbone run in opposite 5 prime 3 prime. تتذكروا لما حكينا عن البيتا pleated sheets، في عندي C terminus N terminus N terminus C terminus، فشو سمينا هاي الظاهرة؟ anti parallel، يعني غير متماثل، انتي بارابل، او زي ما بدك تحكي بالعاميه خلف خلاف. فاذا كانت واحده 5 برايم 3 برايم معناته الثانيه بتكون 3 برايم 5 برايم. اذا نيجي نحكي على البروتين، اذا كانت واحده ان تيرمينس سي تيرمينس الثانيه بتكون سي تيرمينس ان تيرمينس. One DNA molecule includes many genes. الدي ان اي الواحد بيشيل اكثر من جينات. نيجي على سلايد 119، very important information لازم نعرفها وراح تنسألوا عنها بالامتحان. Only certain bases in DNA pair up and form hydrogen bonds. عندي الأدينين دائما وأبدا لازم يشبك مع الثايمين برابطتين هيدروجيتين، فلاحظ الـ A مع الـ T دائما، والجوانين also مع السيتوسين بيناتهم ثلاث روابط هيدروجينية. ف احتمال تنسأل بالامتحان بقول لك in a DNA the percentage of adenine is 10%. So the percentage of guanine in that DNA is. فأنا باجي بحللها بطريقة بسيطة جدا. شو بقول لي؟ بقول لي نسبة الأدينين عندك 10%. أنا بعرف الأدينين مع مين رابط؟ رابط مع الثايمين. فإذا كان الأدينين 10 إجباري لازم يكون الثايمين 10. 10 و10 هاي صفها 20، من المية قديش طلع عندي؟ طلع عندي 80، بدي نقسمه على الإجوانين والسيتوسين فبطلع 40 40، معناته الجواب الإجوانين لازم تكون نسبته 40%. هاي الظاهرة شو بسموها؟ بسموها complementary base pairing.
هذول الارتباط المكمل لبعضه، يعني الـ A دائما لازم تلاقي معها T، الـ G لازم تلاقي معها C، الـ C لازم تلاقي معها G and so forth. This feature of DNA structure makes it possible to generate two identical copies of each DNA molecule in a cell preparing to divide. وإن شاء الله زي ما حكيت لكم راح نحكي عنها، إنه قبيل تضاعف الخلية الـ DNA لازم يتضاعف ويعطيني identical copies of each DNA، نسختين متماثلات. نيجي على سلايد 120. RNA in contrast to DNA is a single stranded. الـ RNA مش double helix، هو بكون دائما strand واحدة. Complementary pairing can also occurring between two RNA molecules or between parts of the same molecule. In RNA, thymine is replaced by uracil. احتمال ضع دائرة بالامتحان. ما في عندي ثايمين بالRNA ولا في عندي يوراسيل بالDNA، لذلك الـ A بيربط مع مين؟ مع الـ U. ليش حكى الـ A مع الـ U؟ ليش ما حكى الـ G مع الـ U؟ لأنه بالDNA الـ A بترتبط مع الـ T. شو صار بديل الـ T؟ الـ U. فهي بتحل محل الثايمين. While DNA always exists as double helix, RNA molecules are more variable in form. دائما DNA بيكون double helix زي ما راح نشوف بسلايد 121. فلاحظ عندي الآن الدبل هيليكس ملتف على بعضه البعض، لاحظ كيف لولبي، ولاحظ كيف الترتيب 5 برايم 3 برايم، الثانية 3 برايم 5 برايم. وهلا المفروض عرفنا ليش 5، يعني شو 5 برايم؟ معناته الفوسفيرت مرتبط على كربون رقم 5، 3 برايم مرتبطة مع الهيدروكسيل جروب الـ OH. سلايد 122 بحكي لي عن ثلاث مصطلحات، هلا راح اشوفهم لقدام شوي لازم نعرفهم. في علم بسموه جينومكس، من اسمه جينومكس من كلمة جين، and proteomics من كلمة بروتين. have transformed biological inquiry and application. once the structure of DNA and its relationship to amino acid sequence was understood, biologists sought to decode genes by learning their base sequences. فإذا قدرنا باختصار انه نفك الشفرة الوراثية الخاصة بالـ DNA، فبقدر أعرف، أنا بقدر أعرف الناتج تبع هاي الشفرة الوراثية، لأنه زي ما حكينا الـ DNA راح يتحول لـ mRNA والـ mRNA راح يتحول لـ البروتين. فأنا إذا بكون عارف الشفرة الوراثية لإشي معين، أنا بقدر أفك هذا الإشي. يعني إذا أنا معطيك مثلا الباسورد لإيميل، مجرد ما دخلت الباسورد بيفتح معك الإيميل. The first chemical technique for DNA sequencing were developed in 1970s and refined over the next 20 years. وهذا يعني بحكي لي الان الفك الشفره الوراثيه، ولا راح نشوف شو اهميتها لقدام شوي. It's enlightening to sequence the full complement DNA in an organism genome. يعني اذا قدرنا نفك الشفره الوراثيه للجينوم كامل، يعني بمعنى اخر الجينات كلها الموجوده في الاورجانيزم، انا بقدر اعرف شو الشفرات الوراثيه لهي الجينات، وبالتالي بقدر اعرف نواتجها. The rapid development of faster and less expensive method of sequencing was a side effect of the Human Genome Project، اللي هو مشروع فك الشفرة الوراثية للجينوم الإنساني، وهذا اللي راح بيحكوا عنه الآن بسموه جين ثيرابي للمستقبل إن شاء الله. مجرد ما عرفت شو الجين المسؤول عن المرض، أنت بتعمل عمليات تبديل للشفرات الوراثية وتصلح الغلط. Many genomes have been sequenced، فكوا شفراتها الوراثية، generating large sets of data. وسلايد 124 بورجيني تو ساينتست بيشتغلوا على الاوتوماتيك دي ان اي سيكونسينج. فانت بتحط فيه السامبل، مجرد ما دخلتها في عندي مربوط بكمبيوترايزد، فمباشره بعطيك السيكونسينج، بصير بقول لك اي جي سي تي الى اخره. فمجرد ما عرفت هذول الشغلات انت بتقدر تتنبا او تعرف بالبروتينات الناتجه. سلايد 125 بيحكي عن three types of sciences، وهذول one of them أو two of them راح you might see it in the exam. bioinformatics، bio biology، informatics معلوماتية، فهي المعلوماتية الحياتية. لما تقول informatics معناته أنا بتطلب مني أشتغل على computer softwares، فهو عبارة عن bioinformatics uses computer softwares and other computational tools to deal with data resulting from sequencing many genomes. فأنا بستخدم علم المعلوماتية في توثيق الشفرات الوراثية. الآن لما أجي أتعامل مع
تحليل large sets of genes. هذا العلم شو بيسموه؟ genomics. إذا بتعامل مع large sets of proteins، مع مجموعات كبيرة من البروتين، بيسموه proteomics. فعندي bioinformatics بستخدم الكمبيوتر، genomics معناته بتعامل مع الجينات، وproteomics بتعامل مع البروتينات. The last slide of this chapter بيحكي عن اللي هو يعني إنه DNA and protein as a tape measure of evolution. فأنا إذا بعرف ال DNA وشو الشفرة الوراثية بقدر أرجع بالزمن لورا وأعرف آليات التطور اللي حدثت. Sequences of genes and their protein products document the hereditary background of an organism. لذلك مرات بتشوفوا بقول لك بالفاصلز بعلم المستحثات وجدوا مستحث لكائن حي وتعود أصوله إلى إفريقيا. شو عرفهم من إفريقيا لأنه صار يعملوا سيكونسنج للدي إن إيه ويرجعوا ويقارنوا بالدي إن إيه الموجود في التست بانكس اللي عندهم. Linear sequences of DNA molecules are passed from parents to offsprings. وهي إن شاء الله راح نحكي عنها بشابتر 14 اللي أخذتوها بالمدرسة اللي هو علم الوراثة. We can extend the concept of molecular genealogy to relationship between species اللي هو ربط الأنساب، إنه أنا بصير أربط إنه مثلا هذول بقربوا لهذول أو هذول قراب من هذول، زي ما بيعملوا الآن الدراسات إنه بين الإنسان والإيبس القرود. بس هي يعني دائما انتبه لشغلة إنه we did not come from apes، إحنا آلية خلق بني آدم موجودة في القرآن الكريم وواضحة وضوح الشمس، بس في تشابه. هذا الشبه بيستخدمون المولكيولار بيولوجي بيشوفوا فيه الشبه، يعني الشمبانزي بيننا وبينه جين واحد، اذروايز نقدر نقول دم من منه لإلنا او منا لإله، بس اختلاف بجين واحد، لاحظ؟ فدرجة شبه كبيرة، بس زي ما حكيت هذا لا يعني we came from apes. Molecular biology البيولوجيا الجزيئية has added a new measure to the toolkit of evolutionary biology. يعني استخدام البيولوجيا الجزيئية صار يعطيني معلومات كافية اللي أقدر أقيس فيها التطور البيولوجي. وهيك إن شاء الله بنكون أنهينا chapter 5. المطلوب منكم أعزائي إنه تتابعوا معي بالريكوردات، لأنه إن شاء الله يوم الأحد الجاي راح نبلش زوم سيشن لأي واحد عنده أي استفسار عن هذا الشابتر، وإذا بتمشي أول بأول علامتك مضمون إن شاء الله أنها بتكون إيه. فالأحد الجاي إن شاء الله راح يجيكوا زي مسج إنه في رابط معين، وراح من خلاله نعرف متى الوقت. راح الوقت راح يكون طبعا وقت المحاضرة، يعني شعبة 4 راح نبدأ إن شاء الله على الساعة 1، وشعبة 5 راح نبدأ على الساعة 2:30. اللي عنده استفسار، اللي ما فهم نقطة معينة، this is the right time to ask about it إن شاء الله. ونراكم إن شاء الله في بداية الشابتر الجديد اللي راح أنزله إن شاء الله على الـ e-learning الجديد اللي هو chapter